مساء الخير واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنشوف اسباب تخليك لا تثق في الفيسبوك. رقم 10، انذار بن لادن. الوكالات الحكومية الأمريكية بتدفع للفيسبوك ملايين الدولارات كل سنة عشان يسلموا بيانات العملاء في السر، وده بيشتمل الصور والرسائل وحتى البوستات الممسوحة. عرفنا الكلام ده لما إدوارد سنودن كشف المعلومات الخطيرة دي في 2014. وكمان اللي بتعمله فيسبوك انها بتسلم بياناتنا لوكالة الامن القومي الامريكية الـ NSA، وكمان مفيش حاجة في ايد المستخدمين انهم يوقفوا تسليم بياناتهم. والوثائق اللي كشفها سنودن كشفت ان في برنامج عاملينه فيسبوك و NSA ان مجرد رسالة او بوست او حتى نكتة عن بن لادن تترصد في التو واللحظة من البرنامج ده. رقم 9، اكتئاب جماعي. في سنة 2012 الفيسبوك عمل تجربة على 700,000 مستخدم من غير ما يعرفوا انه بيتم التلاعب بمشاعرهم لمدة اسبوع. 700,000 دول شافوا في النيوز فيد بتاعهم يا اما اخبار سعيدة على طول يا اما اخبار حزينة ومكئبة على طول. التجربة السرية دي اوضحت ان المستخدمين دول كتبوا بوستات او شعروا حاجات ايجابية في الوقت لما كانت البوستات عندهم ايجابية، ونشروا حاجات سلبية اكتر لما كان النيوز فيد فيه حاجات سلبية اكتر. وده خلى بعض الناس تفكر بعمق شوية ان الفيسبوك لا شعوريا بيتحكموا في افكارنا ومشاعرنا والاخبار اللي بتشوفها. رقم 8، الفيسبوك المتجسس. كل مرة اي مستخدم بيفتح الفيسبوك، الفيسبوك بيجمع البراوزر والانترنت هيستوري من غير حتى موافقته. واستشاري البيانات نيك كوبريلوفيتش عمل تحقيق عن تجسس الفيسبوك ولقى انه يقدر يتتبع النشاطات الخاصة بكل مستخدم على تليفونه والاماكن اللي بيروحها حتى لو عامل لوج اوت. والاسوأ من كده كمان انك لما تدخل على اي موقع اخباري او اي موقع من اي نوع وفي لايك وشير بتاع الفيسبوك وتستخدمهم، ده بيدي الفيسبوك اكسس لبياناتك الشخصية، وده بيحصل من 2010. رقم 7، التلاعب بالرياكشنز. في 2016 الفيسبوك استجاب لمطالب المستخدمين لزرار ديسلايك بانه عمل الرياكشنز المشهورة، الخدمة اللي بتخلي المستخدم يتجاوب مع اي بوست من خلال 6 تعبيرات: لايك، ساد، لاف، واو، وهابي، وانجري. بالرغم من مرور وقت قليل على اطلاق الخدمة دي، حكومة البلجيك حذرت مواطنيها من مستخدمي الفيسبوك انهم ما يستخدموش الرياكشنز دي علشان دي خطر على خصوصية المستخدم. الحكومة البلجيكية حذرت ان الفيسبوك بيجمع الرياكشنز بتاعت كل مستخدم واللي بيعبر عن حالته النفسية عشان يبيعوها اعلانات ويعرضوها لكل واحد على حسب حالته النفسية، وده اللي بيسمح لألجوريثم الفيسبوك انه بيتلاعب بالمستخدمين ويخليهم يشتروا منتجات معينة لما يكون مزاجهم كويس. رقم 6، اتفاق ماستر كارد الخفي. في 2014 الفيسبوك مضى اتفاق مع شركة ماستر كارد المعروفة لمدة 2 سنين، بموجبه تاخد ماستر كارد بيانات المستخدمين وبيانات غاية في الأهمية والخصوصية، وده حصل فعلا من ناس كتير في آسيا وأستراليا، وده ساعد على زيادة مبيعاتهم من خلال مراقبة سلوكيات المستخدمين وتوجيه سياساتهم الإعلانية بناء على تصفح المستخدمين وحالتهم المزاجية والمزاج العام. وفي المقابل فيسبوك بتاخد بيانات المستخدمين دي وتبيعها للبنوك عشان تسهل الحملات الإعلانية اللي بتستهدف المستخدمين على حسب سلوكياته. رقم 5، التعرف على الوشوش. الفيسبوك عنده أداة بتساعده انه يتعرف على الوشوش من الصور اللي بنرفعها، عشان كده لما نرفع صورة على الفيسبوك بيقولك ده فلان وده فلان وده فلان، هو عمل ديتكت للوشوش لوحده. وبما ان في اكتر من 200 مليون صورة بتترفع على الفيسبوك كل يوم، فأداة التعرف على الوشوش دي تعتبر الاعقد حاليا في العالم، وده في نفس الوقت بيشكل اكبر خطر على خصوصياتنا بسبب الداتابيز الضخمة جدا اللي بتعتبر الاكبر في العالم واللي فيها اكبر كمية صور للناس. وخبراء في التكنولوجيا زي دكتور جوزيف اتك حذر من ان أداة التعرف على الوشوش دي وقاعدتها للبيانات الضخمة دي ممكن تعرض مستخدمي فيسبوك لعمليات انتحال هويات وتتبع كتير ومنعرفش انها بتحصل. رقم 4، حملات الفيسبوك الإعلانية. من غير المعروف للكتير مننا ان اي بيانات بندخلها على الفيسبوك ايا كانت بتستخدم في الحملات الإعلانية وبتتباع للشركات، وخدمة الإعلانات للماركات والصفحات اللي دايما بتكون موجودة على امين الموقع بتستخدم صورنا الشخصية لإغراء أصدقائنا على الفيسبوك عشان يعملوا لايك أو يشتروا منتج معين أو يتصفحوا موقع. والشركات أو الماركات دي بتدفع للفيسبوك ملايين الدولارات مقابل إنهم يحطوا إعلاناتهم في الحتة دي. وللغرابة إن المستخدمين مش بيتقال لهم من فيسبوك إنهم بيتم استخدامهم لجر أصدقائهم، وبالتأكيد مش بيتم تعويضهم ماديا. رقم 3،
حيل جمع الفلوس. تحقيق حصل في 2014 من شركة The Next Web كشفت ان في بين 67 و 173 مليون حساب على الفيسبوك بين مزيف او مكرر، والاخطر هو بيتم استخدامهم ازاي. معظم الحسابات دي بتحط بوستات فيها عناوين مفرقعة او جاذبة جدا، زي ازاي تتغني بسرعة، او صور عريانة المغنية مشهورة او ممثلة مشهورة. بمجرد ما المستخدم يدوس على اللينك ده، بياناته الشخصية والمالية بتتسرق وبتروح لمواقع وبتتباع. وفي 2016 تقرير سيسكو الامني وضح ان في على الاقل 33 مليون و600 الف حساب للنصب على الفيسبوك، وده بيخليها اكبر طريقة نصب في العالم. رقم 2، تجارب نفسية. في 2016 الفيسبوك اضطر للاعتراف انها عملت تجارب نفسية على 20% من مستخدمي الموقع. فيسبوك وقعت الابليكيشن بتاعها على الاندرويد عن قصد عشان تشوف المستخدمين هيقعدوا قد ايه على ما يبطلوا يعملوا ريفرش ويشوف الموقع ما بيفتحش ليه. التجربة اختبرت ولاء مستخدمي فيسبوك، وده علشان الخوف من المنافسة المتصاعدة بين جوجل وفيسبوك، واللي ممكن تؤدي ان الفيسبوك ابليكيشن يتمسح من البلاي ستور خالص. نتيجة التجربة دي وضحت ان مستخدمي الفيسبوك مدمنيه جدا، لدرجة ان المستخدمين اللي اشتركوا في التجربة دي من غير علمهم ما بطلوش يعملوا ريفرش للاب، وما بطلوش يحاولوا يفتحوا الموقع سواء من البراوزر او من الابليكيشن نفسه. ولكن المقلق اكتر ان كل المستخدمين اللي تمت التجربة عليهم معرفوش انهم فران تجارب للفيسبوك. رقم 1، فيسبوك هو طريق الرئاسة. في مايو 2016 بعض الموظفين السابقين في فيسبوك انطلب منهم انهم يشيلوا بعض الاخبار من جزء الترندنج في الفيسبوك. وجزء الترندنج في الفيسبوك ده للي مش عارفه بيكون فيه الجوريزم او لوجيك بيحدد الكلمات الاكثر انتشارا في الوقت اللي احنا فيه وبيطلعها لك. موظف الفيسبوك السابق ده والفريق بتاعه انطلب منه انه يعدل الالجوريزم ده بايده ويخفي اخبار معينة ويظهر اخبار تانية، وانطلب برضه من الفريق بتاعه انهم يجيبوا اخبار من مصادر ليبرالية والاخبار الاكثر تحفظا ما ينشروهاش. كمان انطلب منه ومن فريقه انهم يخفوا اخبار عن الحزب الجمهوري وعن دونالد ترامب، ويظهروا اخبار اكتر عن الحزب الديمقراطي وهيلاري كلينتون. لو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب.